مملاه جود وسارد الديجان كي يسبدل كعمل هذا يدقم هذا الشيخ عبدو حسين جامع يا كور بحيي سدا وشقة يو حفيز كا وسارد الديجان كي يسبدل كعمل هذا يدقم هذا الشيخ السقوط سدا وكلنا الشيخ عبدو حسين جامع مملاه جود وسارد الديجان كي يسبدل كعمل هذا يدقم هذا الشيخ إن يدك كوع يقليان حالفين تديجان كا أما سددك الحولة ستضع حالفين يه الديجان كي يسدا وكله درتها وحنا هذا الذي سيكم دها هدي عن وربحين ذيك السيو حرنتها وسالدة أما سوى واجباتك شقضة أيوح الصارنت هاي وسالدة ديجان كا يسبد لك عملاضو حفيز كي دقمة الشيخ سيدي ودعوقنا هاي وحوي وسالدة وسالدة دي أدو بلاردن واجبات كذا شقنا وأدو بلاردي هاي أيقوم دينيهين إلى أن تكيمها يدول شوكتا نحفيز كن عاد كوك يمها بدن له وحلا لسي لابد يكون إيو شاني طبانكي كنتي ددال أدق واي نالك الشي واي وسيلك وسائل الديغانكا مروشوك لحاج إسماعيل ورنتي إمي كان آي وسيلك وقت قاسنا وسيلك هيد قبلضا كمريد السومال لان ولغا سمينا يي حرمه وساردها أما سدبها بين لغو سمينا يي أنغا أوك الدقمهان أن هراء اللحين حفيسك رنتي الدقمه دا الشيخ أنغو آدي آدو مهدنا قاية وسيلك الدقانك الدقمه دا الشيخ وحي نغوتي الدقمه دي كواد قبلضا دبها بين تا يدبوليسك أي كو سمينا سي حفيسيدا وسالد الديغانكا ان اي دغمد الشيخ اي كو سو درتو حفيس كان اد كو قيمه بدن له اي ارمه الديغانكا ان كغا شقينو وقتي قاس ايا نوردسي وحفيس كنتي ان اد ي اد او ان مدانتي سوله شقالي سو جوغان ان وسالد الديغانكا اي اسبدلكا عملدا ان 1997 كي أيا دغريت مدحويني مدحويني محمد حاج جبرين عقال مدحويني نهورة وكو أساسي وقت قاس أو سيلك قوري وها دكتور محمد موسى عواله أو أخ خبير أرميها الديغان كا وسيلك الله فربضان أيا كدن بي وسيلك وسارد الديغان كا مروي شكري مركي الله مقعابي وساردن waxay sameysay kor u kac aad iyo aad u ballaaran oo baaxad leh oo hadii ay tahay ilaalinta kaymaha iyo duuljoogta iyo guud ahaanba wasaaraddu waajibaadka ugu xilsaaran tahay qaranka runtii waxaan oran karaa wasiirku waa wasiir deegaan jira ah amase waqti kasta maalinta gelinkeeda hore iyo gelinkeeda dambe haddii aad kala hadasho arrimaha deegaanka telefoonkeedu uu ku furan yahay waxaan oran karaa wasaaraddan horumarkeedu wasiil shukri kama horeynin agaasimeyaashii kala duwanaa ee la soo shaqeeyey iyagana iyo howlwadeenada wasaaradda deegaankana iyagana guud ahaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii degmada sheekh waa degmo aad u ballaadhan waxay ka kooban tahay afartan tuulo ayaa hoos yimaada degmada waxa dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa 80 kun ilaa 70 kun inta u dhaxaysa waxa weeyaan badda waxay ka sareysaa ilaa 1500 oo mitir ayaa ka sareysaa badka ay ku fadhido waxa lagu qiyaasaa 1600 oo mitir square degmadu waxa weyn waa dad waxay ku tahay waxay ka mid tahay gobolka saaxil waqtigii uu ingiriisku wuxuu ku maayay jamhuuriyadda Soomaaliland ee caasimadda oo ay ahayd Bilbila lixda bilood ee kulaylaha bara sababkii ingiriiska ahaa ee xukumaayay Soomaaliland wuxuu imanayay degmada sheekh marka lixda bilood ee kulaylaha caasimad ayay degmada sheekh ay ahayd degmadu waa degmo u qaybsan dhul buuraleya dhulka ka hooseeya buuraleyda oo ah dhulka loo yaqaan gubanka amase dhulka koonfurta xiga ee hawdka dhul banaan iyo dhul buuraleyba degmadu waxa weyn waa degmada aadka iyo aadka ballaadhan runtii
وحويان ميلها خيرات كالدبيعي قاحي سمالا مدنان تكواد كأه أي كمتهاي وحكو طالة بورتي ويناد اي وغر بورت طلبات اي سمالا نغدر بورت كواد وحويان واسرد طلباتنا وحويان وبورتا وغر و دقمد الشيخ حق بريك حيتا إلا عشان يصدون كيلومتر بورتاس وآخ بور خيرات آدي آد أبالاراني وكود دوغان يهي لر الكيد منار دين عوي يهي كوب يلباطن كيلومتر دين عنا يوطا يسغال كيلومتر هل كان سوى نوغا شقيان حولو دينو ديغان تريال آه أو إلالية كيمها وحكالو أو أنو كسميني بوخولو كسمي اسمي بورت دوشيدا أو إلا أفر كون أو ميلود وسائل الديجان كو أي حتى تشوفين أكو سماي سي سنة كتيري وسائل دو أي سينو دونتو شغال فربنا نال كاي نوغا شغيان شغالها وسائل دو بدن كود وحوين وديجان شريال وحيو قيب سيهن وحامسا يكو قرينهن تولوين كي يدو كبوليدا أو أي محايا هيداي كايمها يدول شوكتا شق أي 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 لاليان أدي أدبان وقوم هاد نقيا شقالها كهول كلا حفيز كم وسأل تديجان كا الدق من الشيخ خنتي وحن أدي أد وقوم هاد نقيا قدوميها كلها تديجان كا الدق من الشيخ إنجنير إسماعيل حسين أرنتي مددي وتشوري حفيز كن وحفر بدن على قبطي وسأردنا ما دام أن الشغلة يدو أي تهي إلى أن تكيمها ما شنو أي تهي البورلية كين تناي عادو بدن تهي مدنان تكواد ناي نو تهين كين تلا إلى ليو ما دام حفيس وأن وين كأن الله ين قاري مال كستو أن وجب بعهنو إن أن كحول قلنو قدوميها قلها ديجان كا يقولها ديجان كا لما تود يقوس كدوبان وحين قالها حول قلان حولها وزاردة جديد كود أيضا نقص غيصنا إن شاء الله وزارد دونار دوان ونوكين دون تجارجي حفيز دقمة الشيخ وحكلو قدومي هقولها ديجان كو حولها كلا وزارد حول كستو أنو جبها نو حنورن كروا مسؤول هيج النوع وحكستو وزارد وجبها تو ديار نولا حقيقة آدي آد بان وقوم هاد نقيا قدوميها كل هاد ديجان كنا دقم ذا الشيخ وحمي ودقمو حق كلا صرحين ترلوك وآد وقوم بدنيا هاي تاسنو حي السببتا إن الوكا مركو روب كدوان بخولايكا سما يسمان سيدين اوقنا هاي قدهان قيقى سومالان وسارب دو وحكو هاولان تاي خاصة دقم ذا الشيخ شوشين ترلوحوشا لدغالنكا شخصيات كدن بيلياش اه ايكو فوغن حسو قردلتا تاس او سي آد يا آد او ادق انوغا هول قلني تطفر بدن او عادي استيسدي اي التو حسو قلهاينا شرعيقا نتيك سني محكبتنا يحكمتي عبد الكريم عيسى عبد الله تلفيشك قرأك تشموريدو سومالي لان تقمد الشيخ.